which alone is tonight now, Colombo, Madrid, Berlin, and Hyukulia, Munasala, East Coast, the Vigra, the Sanatla, and البداية هنشرح المنظمين المناسبات ونشكر الخاص لجمعية تير وكل اللي يسين تحدي القرض باش هاي الحدث الترسيم دسترة اللغة الأمازيغية كلغة اللغة الوطنية هذول غير ديال الحدث ديال المناسبة أو ديال الشعار لزواق بعض الدساتير لكن ذكى الجمعيات على رأسها الشاعرة والفنانة المغنية السيدة تمارا في واحد نبيس من تعمير ذكى القول لأنه مش كان تحتفل كل ما ديوي الدستور بقان جديد ورا راح خصها تفتح تفتح كل يوم خصها نسكر الاحتفال ولكن القضية الدستورة الأمازيغية لا تحدي القول الدليل أن أربع سنين اللي زرين غير الدستور المجهود يقول لي تسكر لا من طرف الجمعيات المجتمع المدني لا من طرف المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لا من طرف الباحثين في مختلف مجالات السوسيولوجيا والأنثروبولوجيا والرفع من مستوى وقيمة وإدراج اللغة الأمازيغية فكاد هي الأبحاث اليومية حمس العدد الجامعات ليس فقط في المغرب ولكن خارج المغرب غاين في كاد الدورة السبعة تركز دور الجامعة ومراكز البحث العلمي لأنه البحث العلمي ومواكبة مشاريع حل دسترة ترسيم اللغة الأمازيغية أو طابع رسمي في غاية مسألة جوهريا ضروري مواكبة للبحث العلمي حتى تركيح التسكاري بإطار سليم يمكن موضوع التوافق داخل البلاد الأهمية للدور البحث العلمي إذن هو اللي جعل الثاني يسكر الناس الدوريات الدورة تحت شعار ملتقى دولي للدراسات الجامعية الأمازيغية الشيء كيبين الشيء الإنسبية هي القوة الذكاء والتتبع والحرص كذلك للجمعيات تير وكان لأن المسألة تبقى غير مهرجان والاحتفال ولكن المسألة تسجل حماس ديال المسار اللي شقال ورتاي تنميل النظرة الأبعد نص رغم جهود جبار اللي تبدل على مستوى المعهد
شلون الأبعاد الناس الحروف أنت في غار حتى الردود والتراجع وبعض الأحيان النكبات والنكسات على مستوى التدريس والتعليم على مستوى المنهج مستوى الديدكتيكي مستوى التربية مستوى الإعلام كذلك مستوى جعل النظرية حياة للمواطنين في الإدارات العمومية أو حياة بصفة عامة فهذا الشعور من نوع من لا أقول إحباط ولكن من عدم تحمل هذا الوضع لذلك اختيار الجامعة تكون سند وداعي لأن أنت إن وحدت بجانب بحث يعني معهد ملكي إبان أنت إن وحدت يت وسيلة يمكن تجمع سكريا تستفقني ولذلك اجتماع العصر نفس الصباح الموضوع يستدعي باش تفهم مزيان ولذلك مدينة تزنيد تستقبل الدورة الرابعة فتشعر منهم تشعر غصة اعتزاز الجزم لأنها أسرة وحدة وإن كان ضوء الجماعات المحلية ويمكن أن تستعد إلى حل الجوهر ولكن إذا جزء لا يتجزا من الإشكاليات اللغة الأمازيغية كيف ستمارس في الحياة اليومية الجماعية سعادة مجلس البلدي ساكنة تزنيت والطف تمي سعادة يقول يعني الشعور بأن الهم اللي اسمه الجماعة الباحثين في الجامعة الباحثين المشتغلين في معهد الملك بكل الحاملين لمشروع نهضة حقيقية البلاد ترسم حماس التراث التاريخي ورد الاعتبار كذلك للإنسان إنسان بمفهوم عام ولكن إنسان أمازيغي بشكل خاص يشكل نفسيا مكانة التراث تاريخيا حماس الشعوب شمال إفريقيا وحضارة شمال إفريقيا عبر الزمن فالمناسبة إذن ليست مناسبة كلام خطابي ولكن مناسبة لتأكيد الثقة ومناسبة للتشبت بالعزيمة ومناسبة للذهاب إلى الأمام واثقين في النفس من أجل تحقيق مطلب عادل منصف حمله الإنسان المغربي بدون استثناء العربي الأصيل منه أو من أمازيغي القح لأنه يجمع المغاربة فالقضية الأمازيغية هي إحدى القضايا الشائكة القضايا العادلة بجانب طبعا قضية المرأة وقضية النساء قضايا الشغل قضايا التنمية قضايا العدل العدل فهذا الالتفاتة وحضورنا جميع يبيت يحمل ألم أمل كبير في المستقبل فأريد بالمناسبة باش نرحب ترونس ترحب حماس مدينة النون اللي تتحاول تقاوم بجانب مقاومين في هذا المجال وغادي تستمر تقاوم في قدام لأنها مدينة تلميذ
كانت دائما الأمازيغية وستبقى كذلك. وصفات الأمازيغ وقيم الأمازيغ وثقافة الأمازيغ هي أساس الحياة للإنسان في هذا البلد. تقاليدهم، سلوكاتهم، أعرافهم، احترامهم للغير، التعامل مع الآخر، بحب الآخر، بالكرم ديالهم، الشيم ديال النضال والدفاع عن الحق والدفاع عن الوطن. لذلك ما يمكنش المدينة اللي كتحمل كل هذه المسؤوليات التاريخية والإنسانية باش تخلى أو تبقى كتفرج بذلك ساكنة تساهم معكم ومع كل واعين بهذا المشروع بوعي قوي. من هذا الواجب نريد أن نشكر جميع الحاضرين وأرحب بكم جميعا في مدينتكم، وأخص بالذكر طبعا سيد مدير المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية سيد أحمد بكوس مع حرمه، وكذلك السيد السادة عمداء جامعة ابن زهر الحاضرين معنا، وكذلك أساتذة الجامعة.